السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم خير البلاد. في هذه الحلقه من خير البلاد غادي نطرقوا لاهميه انتاج ارقام موروث طبيعي ومحرك اقتصادي. غادي نتعرفوا اكثر على الوسائل المتاحه من اجل الانتقال من فعل تعاوني الى فعل مقاولتي، وبالمقابل غادي نسلطوا الضوء على انعكاسات هذه الثروه الطبيعيه على المجال والانسان. كنخصوا بالذكر المراه القرويه. ثمانية ديال الأقاليم كتشترك في الموروث الطبيعي من كلميم للصويرة. هو مجال كيمتد على 830 ألف هكتار في الوقت اللي كان على مساحة 1,000,000 هكتار، والسبب كيرجع لتوالي سنوات الجفاف، التعريات والعنصر البشري، لكن بالمقابل كاين مشاريع انطلقات من أجل التكتيف. بين هذه المنعرجات وبعيد على أي تباهى المركز بحوالي 60 كيلومتر في هذا الدوار حكاية وطقس ضارب في التاريخ كتروي التفاصيل ديالو الشجرة ونساء أرقان. جهد كبير ودقة في التهراس وتقشر أفياش وأقايم، والأصوات كتغنى بالأرقان. ليش كتغسل هاد السموان ركان حمات ودورات نكد مغارين كلشي غات نتجمع انت وسمات التعاونيات نشفي سنريك من بعد نستفيد التعاونيه البلاصه اللي حارده حزات زوميك دا حركان. بالنسبه للمهم كلشي مغارين الحمد لله نستفيد حمات وركان رقيت نتخدم الا نعيش قستروان حيت نكنيد كلشي واخا يشقى حلول كلشي ميد نستافد نقيس واخا زعما تنراقر الفلوس نكتم راه حت نسمون حماس من برا ندي حدا حقيس نخدم حدا حت فيه شي حدا حراق تلاقي سمارة شويه ولكن الحمد لله نستافد قيس. كيقولوا ان خصوصيه رواج هذا المنتوج هي الطريقه التقليديه اللي مازال محافظين عليها طيله المسار ديال الانتاج. هي بكل بساطه الاركان الاساسيه لحياه أرقان، والسؤال اللي يمكن يتطرح للتعاونيات هو كيفاش ممكن نضمنوا الخلف. هذا المشكل راه تطرح للجميع لان خص البديل، لان بلازم ما عمرو غيبقى في الدنيا ويبقى مستمر، ولكن الحمد لله بالنسبه لنا حنا سندربوا بناتنا وبنات العائله وداكشي واخا كتقراو داكشي سندربوا على المسائل ديال التعاونيه وكيفاش ما عندها شي عطله ولا شي حاجه، ودرنا لهم واحد الفضاء فين كيديروا باش يهرسوا ويديروا جميع المسائل ومشيو يجنيو أرقان وداكشي. تنحاول باش الخلاف نخليوهم ورانا اللي غيحملوا مسؤولية ويرفعوا الرايه ديال هذا المولود اللي خلونا جدودنا، وعندنا تقريبا واحد 14 ولا 15 بنات كلشي موجزات وراه خدام في الضومين. امر اخر ملزوم على المشتغلين فعل التعاونين خارطوا فيه هو الاحترافيه في التسويق وقبلها التدبير والتسيير الجيد للتعاونيه اي المقاوله. بوابه التسويق الالكتروني، عقد الشراكات من نافذه الحضور في المعارض، والنجاح يمكن تقطف الثمار ديالو المراه المتعاونه والاجيره في نفس الوقت ما دام هي المعنيه بالدرجه الاولى. من بين اهم العوامل اللي كتساهم بشكل كبير في انجاح اي تعاونيه او اي مقاوله بصفه عامه كاين مجموعه ديال العوامل اللي من بينها التسيير الاداري الجيد، التسيير المالي الجيد، وكذلك تنظيم دورات تكوينيه لفائده العمال والمستفيدات في التعاونيه بطبيعه الحال، وكتدخل كذلك يعني اعتماد طرق اولا استراتيجيات مختلفه في تسويق المنتوج، حيث انه ما خصناش فقط نحصروا على سوق معين انما خصنا نبحثوا على فرص اخرى. عدد التعاونيات وطنيا كيوصل 400 تعاونيه ثم اكثر من 300 شركه مؤطره في الفيدراليه البيمهنيه الأرقان اللي كتضم في تشكيلتها فيدراليه الجمعيات الاقليميه ذوي الحقوق ثم فيدراليه المحولين والمنتجين والمصدرين. غادي نحاولوا نتعرفوا على الاهداف اللي تحققت والاكراهات اللي مطروحه.
كاين حديث في اطار عقده البرنامج او الاهداف المرسومه انكم توصلوا ل 10000 طن، شنو السبب اللي في رايكم وصلوش هذا الرقم هذا؟ وصلنا 50% من عقد البرنامج هو 10000 طن، ولكن علاش؟ لانه اخي كتعرف ان الانتاج خاضع للتقلبات المناخيه، فكتعرفوا انه 4 سنين هذه ما كاينش الامطار، ولكن رغم ذلك راه فتنا 53% من الانتاج. اذا 5640 لتر من زيت الأرقان. فنعطيكم بتفصيل ما هو موجه الاستهلاك الداخلي، هو 1500 طن من زيت الأرقان مستهلك وطنيا، وكاين 1092 طن هو الرائج اللي كيروج في الأسواق الداخلية، وكاين 3050 طن هي موجهة نحو التصدير. قربنا للهدف ديال 4000 طن موجهة نحو التصدير، ودائما كيرجع العامل المناخي اللي هو كيحد من الوصول الى هذا الهدف. يعني كاين مشاريع التكثيف بطبيعه الحال ديال الارقان؟ نعم، المشاريع التكثيف ان في عقد البرنامج عندنا جوج مشاريع، كاين ما يسمى برنامج التاهيل الغابوي اللي هو مع مصالح المياه والغابات، وهو 200000 هكتار، غرس 200000 هكتار. الحمد لله وصلنا الان 146500، يعني وصلنا الاهداف اللي هي محققه اللي هي مطلوبه في عقد برنامج. ثم كاين ما يسمى بالارقان الفلاحي، كان 5000 هكتار، ولكن بعد لكوب 22 هنا كنشكر جميع القائمين على تقديم هذا المشروع الارقان، حظى بالموافقه من طرف الصندوق الاخضر للمناخ، والان هذه المساحه هي 10000 هكتار. يعني كنقولوا التنميه كنقولوا انعكاسها على العالم القروي، على المراه القرويه. بالنسبه لكم شنو هما الحوايج اللي حاولتوا انكم تخدموا عليها من اجل تنميه المراه القرويه، وخاصه انها كتبذل مجهود كبير في هذا الارقان؟ هناك تحسن المستوى الثقافي ديال هذه المراه، لانه كاين واحد العدد ديال الدروس محو الاميه. كاين كذلك ان المراه القرويه الان استطاع باش يكون عندها واحد الدخل الفردي ديالها، بعدما كانت كتعتمد على الرجل كليا، دابا الان عندها واحد استقلال اقتصادي ديالها. ثم كذلك وصلت المراه القرويه يعني الجانب الاقتصادي، مثلا وصلت للخارج انه بدات يعني التفاوض فيما يخص الحصول على اتفاقات لترويج المنتوجات ديالها، فيما يخص كذلك التحولات اللي طرات على المراه القرويه، وهي ان كاين التحسن ديال المستوى الصحي. اخي احسن هنا بعد الخطاب ديال سيدنا فعيل العرش الاخير، كان سيدنا كينص على التغذيه الصحيه. حنا الحمد لله فالفيدرالية وقعت واحد الاتفاقيه مع شركه التامين اللي على اساسها الان وصلنا 1500 مراه اللي هي منخرطه في هذا التامين الصحي هذا العام. العام الجاي عندنا 500 مراه اخرى اللي غادي تدخل في هذه الاتفاقيه، ولكن غادي نقول لك انه في اطار هذا المشكل وهذه الجائحه الله يبعدها علينا، درنا واحد يعني مجهود جبار مع الإخوة الحكومة الكندية اللي هي درنا مع اتفاقية فيما يخص، وكذلك لونزوا الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحة والأرقان. فهذا البرنامج الخاص ما يسمى بالرفام تقوية القدرات الاقتصادية للمرأة القروية العاملة في الأرقان، فالحكومة الكندية ساهمت في أداء انخراط ديال 1500 مرة هاد السنة مجانا، وغادي تساهم 1500 أخرى لأداء هاد الانخراط مجانا نظرا لضائقة كوفيد. الانخراط كذلك يتم بشكل أساسي في ضمان واحد التكوين يعني وتدبير اللي يكون احترافي للفعل التعاوني، لأن في الوقت الراهن ما بقاش مسموح للفعل التعاوني أنه يشتغل هكذا، وخاصة حتى الجائحة ديال كورونا بينات أن التعاونية خاصة ترفع من المستوى ديالها، مستوى التكوين، التسويق، هذه أشياء واش نتوما داخل الفيدرالية يعني داركينها وكتخدموا عليها أم لا؟ نعم، فيما يخص التكوينات عندنا عدة اتفاقيات، عندنا اتفاقيات مع لونكا، ودرنا واحد العديد ديال التحسيسات، حول 7000 مرأة استفدت من هذا التكوين فيما يخص التسيير الإداري، التسيير المالي،
المشاكل التي تعوق التعاونيه وخاصه الضرائب. فكما تعرفوا راه النظام الضريبي كيفرض على ملي كتوصل التعاونيه لواحد قدر المعاملات 2 مليون درهم راه كتخلص الضرائب. ثم فيما يخص الاركان اللي كيتباع داخليا راه عنده التيفي كتفرض عليه التيفيا كاين 20% بالنسبه لزيت الاركان المستعمل الغذائي وكاين 25% بالنسبه للكوزميتيك. اذا هذه التوعيه كلها بنظام الضرائب درنا تكوينات اركان في 800 ديال الاقاليم بطبيعه الحال، وكاين يعني في بعض المناطق اخرى اللي كنسميو اركان في بركان. بالنسبه لكم واش يمكن تكلموا على اننا نفلحوا في اركان؟ نعم، من مزايا مخطط المغرب الأخضر وهو أن أركان أصبح شجرة مثمرة. كان شجرة غابوية وكان الإنسان بطبيعة الحال كيقول على أنه يستحيل باش أركان أنه يتغرس، ولكن بانت التجارب. وحنا عندنا واحد البرنامج مع لونزو مشكورين وخاصة وكالة التنمية الفلاحية لدى اللي هما مشكورين على اساس ان واحد البرنامج مهم طموح 10000 هكتار اركان فلاحي. فعلا اخي اركان كيتفلح، وعندنا تجارب في منطقه رسموكه في تيزنيت، تجارب في منطقه الصويره، واللي ان شاء الله غادي تعطي واحد الانتاج كبير. لانه الان ما نخبيش عليك انه الماده الاوليه راه كاين بيزمون دو سوك، ما بقاش المادة الأولية، ولكن هاد أركان فلاحي غادي يعطي خاصة غادي يعطي واحد الإنتاج كبير وافر، أثمان غادي يطيح وغادي يكون في متناول الجميع. في انتظار ذلك كنشكرك سي كبير. وصلنا لنقطة نهاية مواد حلقتنا. خير البلاد مازال معكم، تلقوا في منطقة أخرى موضوع آخر. في أمان الله.